لماذا وصلنا إلى هذا الحال؟ لأننا أغبياء، لأننا جهلاء، لأننا بلداء. سلطنا الفاسد المفسد القبيح، صدقنا بالكاذب، صدقنا بالمنتفع والانتهازي، وبقينا ندافع عنه وسنبقى ندافع عنه. بعنا آخرتنا بدنيا هذا الانتهازي والمنتفع المدعي للمرجعية، صاحب المرجعية الإعلامية التي لا حقيقة لها من العلم ولا حظ لها من العلم، لا تمتلك لا من الفقه ولا من الأصول ولا من غيرها أي شيء من العلم، لا في الفقه ولا في الأصول ولا في التاريخ ولا في العقائد ولا في التفسير ولا في الحديث ولا في الرجال، لا تمتلك أي شيء، فقط ادعاءات إعلامية، فقط ادعاءات من أناس منتفعين يقبضون الدينار ويشهدون بعلمية هذا أو باجتهاد هذا، يكذبون على الناس مقابل بعض المال، مقابل الفتات. نبقى نصدق بهذا وبذاك، ونبقى في هذا الحال وإلى أسوأ حال، ونحن ندافع عن هذا لأنه يمثل المذهب، يمثل الطائفة، ينتصر به المذهب. وماذا حصل للمذهب غير التشويه والتشويش والطعن والتنفير؟ كل الجرائم صارت ترتكب باسم مذهب أهل البيت عليه السلام، كما أن كل الجرائم هناك ترتكب باسم مذهب أهل السنة، باسم مذهب الخليفة الأول أو الثاني أو الثالث، أو باسم منهج أم المؤمنين عائشة، كما هنا باسم الحسين وباسم علي بن أبي طالب عليه السلام. هذه الضلالة، هذا فساد، هذه الشيطنة، هذا أبو